السلام عليكم ابطالي الشطار الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده حلقه جميله وعنوانها متاهه المواد. تعالوا كده نبدا مع بعض. تعالوا كده نتعرف على الموارد. ايه هي الموارد؟ الموارد يا ولاد هي اي ماده او اي حاجه بنصنع منها حاجات تانية. هي اساس واصل صناعه اي شيء، يعني اي حاجه في حياتنا مصنوعه من حاجه في الاصل، او ليها اساس او ليها موارد اصل. زي ايه مثلا؟ زي الملابس او القميص ده. القميص ده قميص قطن مصنوع من الاساس، من مين؟ من القطن. يبقى يعتبر القطن في الحاله دي المورد. ده مورد الايه؟ الملابس او مورد القميص ده. طب ايه امثله تانية؟ فكروا كده. مثلا اللبن، مين المورد بتاعه؟ الابقار. وهكذا البيض، المورد بتاعه الدجاج. تعالوا نكمل. يبقى تاني، البقره هي المورد اللي بناخد منه اللبن اللي بنصنع منه بعد كده الجبن، يعني برضو تعتبر البقرة مورد. طيب تعالوا نكمل. النحل ده بيدينا ايه؟ بيدينا عسل، يعني هو المورد للعسل، هو اللي بيجيب لنا العسل. والشجرة بتدينا خشب. طب والقمح بيدينا دقيق، والدقيق بناخده نعمل منه خبز او عيش. يعني كل حاجة يا ابطال بتيجي من حاجة ايه؟ معينة تانية. من اين يمكن الحصول على المنتجات التالية؟ تعالوا نحل النشاط ده مع بعض. منين نقدر نجيب لبن او جبنه او لحمه؟ ها، برافو عليكم، من الابقار. طب منين نقدر نعمل تونه؟ اكيد من السمك. طب والعسل بيجي لنا منين يا حلوين؟ من النحل، برافو عليكم. والبيض من الدجاجه او الفرخ. تعالوا نشوف السؤال اللي جاي كمان. صل كل منتج بالمصدر المستخدم لصنعه كما بالمثال. الخبز بقى بنجيبه منين؟ بنجيبه من القمح. طب والقلم؟ القلم ده مصنوع من الخشب، يعني محتاجين خشب اللي بيجي من الشجر. أما بقى القميص فهو مصنوع من القطن، هنوصله بالقطن. واللبن بنجيبه من البقرة. وبكده يا أبطال نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. ما ننساش بقى نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة. أشوفكم على خير.